من ضمن الأشياء اللي تم تداولها خلال الأيام الأخيرة موضوع المحاضرين اللي الحكومة حطت ميزانية لمعالجة وضعهم، ولكن مع الأسف الشديد تم تغيير بعض بنود الموازنة أثرت على التزامنا فيما يخص المحاضرين. سوف نبحث اليوم آلية لإيجاد حل لهذه المشكلة الإنسانية. رغم هذه القضية أنتجتها مراحل حكومات سابقة هي كبلتنا وورطتنا بهذه القضية، مع كل هذا سنوجد حل لهذه القضية. الحكومات السابقة أخذت قرارات وتركتها مفتوحة بدون إيجاد حل حقيقي لهذه الشريحة المهمة. وضعنا الموازنة لمعالجة هذه القضية لأنها تهم شريحة أساسية ومهمة ومحترمة من شعبنا العراقي العظيم، لكن للأسف تم تغيير بعض الأرقام والنصوص انعكس على هذه المشكلة. مع هذا أطالب اليوم مجلس الوزراء الموقر للاتفاق على صيغة لحل هذه الإشكالية، ونتمنى من الإخوان أن يعطونا فرصة لإيجاد حل، وسوف نجد حل لهذه القضية.